يا رجل، ألا تبيعني بعض الطعام؟ ولكن بضعف الثمن. ولكننا لا نعمل ولا نتكسب. إذن فاذهبوا واشتروا من مكة التي لا تبيع لكم ولا تشتري منكم. أعطني من تمرك وعسلك حتى أرجع إلى المحاصرين بطعام. المال أولا. يا حكيم، إلى أين أنت ذاهب؟ إلى عمتي خديجة. وتحمل لها القمح؟ ألا ترى أننا قد حاصرناهم وضيقنا عليهم؟ اتركني يا عدو الله. لن تذهب إلى خديجة بهذا القمح. اتركه يا أبا الحكم. يا أبا البختري، لقد حرمنا على محمد وأتباعه الحياة. اتركه يا أبا الحكم، فليست هذه مروءة العرب. اذهب حيث شئت يا حكيم، اذهب. إنه حكيم بن حزام، إنه يحمل لنا الطعام. طعام! طعام! ماذا تقول؟ حمل لنا الطعام! لا أصدق! طعام! طعام! الحمد لله! الحمد لله! مرت 3 سنوات على حصار إخواننا في مكة يا أبا سلمة. لعل الله يجعل لهم مخرجاً يا مصعب. اشتقت لمكة، اشتقت لرسول الله. معك حق والله، مع ما لقيناه في الحبشة من عدل وفضل، إلا أن رسول الله لا يغيب أبداً عن خيالي. إن صورته لا تفارقني، لقد أخذ بكل مشاعري ليل نهار أفكر فيه يا أبا سلمة. اللهم فرج كرب المسلمين. ما الذي يحمله أبي بن خلف في يده؟ إنه عظم، أين سيذهب به؟ لا أدري. هيا هيا لنذهب خلفه. يا محمد، إنك تزعم أن الله يبعث هذا بعد أن أرم؟ ثم فتته في يده، ثم نفخه في الريح في موقف سجله التاريخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا أقول ذلك، يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هذا، ثم يدخلك الله النار. فأنزل الله قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يا عابد، يا عابد، أيها العبد الأسود، هيا جهز السيوف والنبال، سنغير على القبائل. هيا أيها الأعرج. يا معشر قريش، هل تدرون ما هي شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد؟ لا ندري يا أبا الحكم. إنها عجوة بالزبد، والله لئن تمكنا منها لنزقمنها تزقما. فأنزل الله قوله تعالى: Prophet Muhammad, God's favorite, peace be upon him. Muhammad, les mains de Dieu, que la paix soit sur lui. لماذا لم تضربه بالسهم يا أسود؟ خسرنا المعركة بسببك يا أعرج. ما الذي تغير فيك أيها العبد الأسود؟ كفاك يا أبي، فعابد تربى هنا وأخلص لك، فهل هذا جزاؤه؟ اذهبي عني. أبي، يا أبي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. عابد، هل هذا ما قاله الرجل الغريب؟